Ganska إلا بعتي لا صداع وتبرزيط وطفيتي الضو ودرتي الكيت غادي تكون درتي خير في راسك. مشينا عندي في جيبي دابا باكية فيها 17 كارو، خاصها تكفيني المدة كاملة اللي غادي ندوز في الكاشو، 21 يوم، كارو في كل نهار تقريبا، مكاين لا سويعات الشمش لا كلام لا معامل تجمع، وبقيت عاود عايزة بين ما رجعوني للسيلون العادي اللي كنت فيه، ولكن راه فرقع تمو، كيف ما فرقاني. جبهتي دايزة بالدم والأدرينالين كيخليني ما نحسش بها بزاف، نفخت المعين وفي جوج تواني خليته بدماياته وحال قاع واش يقدر يشوف مازال في حياته. مزيان الدور الخبار ويسمعوها المحابسية الآخرين باش يعرفوا بلي اللي حاداني كان شعل مع جد بابا الكلب بلا رحمة. هاد الكاشو اللي لاحوني فيه مظلم ما عنده حتى شرجم، وكيبان لي بلي هاد العزلة مزيانة لي، كنت كنتمنى نتخلوا مع راسي غير سويعة بلا ما يجي برصتني شي قندوح ولا يطراشي السون. هو دابا الحبس تفوبر عليا بواحد وعشرين يوم كاملة بلياليها بنهاراتها بالعزلة اللي فيها، مني لراسي ما كينش اللي صد عليه كري. الحاجة اللي الحرية بكرها ما عطاتها لي، هذا يخصني شوية الوقت بين ما فاتني الحال. داتي بدات كتبرد والصداع اللي عاطي غني جبهتي والعافية اللي في راسي ماشي بسهل. عارف باللي هادي ما غتكونش المطايفة الاولى عندي في الحبس مع شي محابسي، وما غتكونش هي الاخرى، ولكن راه خسرت كل شي على برا فين كاينه الشمس والتواسع والحرية طاغين. اما هنا ما عندي ما نخسر كيف شي فار عاصرين عليه، بغني يهرسوني يطوعوني ويردوا مني عبد وسط هاد الحيوط كما داروا مع الملايين الناس اللي حانين ريوسهم في الزناقي، مرعودين وراطين بالقسمة والنصيب، خايفين من القانون والدولة والله، عارفينش باللي راني دار كيف شضياد شي قرعة دروج مليو حاجن بالطريق حوافة ماضين، ولا تهرس كيتزادوا الشضيات والحواف الماضية لأي واحد كيفكر يبلعها ولا غير يقرب منها. اصلا تزاديت مهرس من البداية، من النار اللي حليت في عيني في هاد الدنيا، وداكشي اللي وقع كان خصو يوقع بلا ندامة ولا توبة ولا طلب السماحة من شي حد ولا عرفتي شنو. كتر قاع من هادشي ما عنديش غرام د المشكل نعاود كل شي من الاول ونزيد في القوادة كتر من اللي درت. من فوق هادشي بديت كنفكر نهرب من هاد الحبس، من الشنقة د العدالة اللي كيطبقوها غير عليا وعلى ابو زبال اللي بحالي، يدهم في الشيخ دابا اللي غادي يولي كيف شي مطرقد القاضي مرشوق في هاد السيلون، وانا كنت خايل المان كانت شاركين معايا هاد الحبس بطاياتهم المقودة. هرب خيالي من هنا ومخلي ليهم كسدا يقابلوها واش الدوفي كاملين مزيان. هادشي اللي نقدر نقول اي واحد عند بالو كيطبق القانون صار على العدالة والأخلاق وداك الحزاق كامل.
ودابا يصار على الميكرا ويغني فريد الأطرش. 21 يوم كاملة في الظلام، تحبس داخل الحبس، ما غادوش فرمشاد العين، تقدر تكون حتى طول من 16 عام، مدة اللي خصني ندوزها بين الحيوط والسيلونات والقارديانات والزبلد المحابسية. 21 يوم ولا 16 عام ولا حتى قرن، ما تيهمش، أنا نتباطى معاهم. هنا بعدا ما غاديش يكون قود من الحومة اللي تزاديت فيها، كنحس براسي في الأمان هنا، وما غاديش نتقتل هاد المدة د الحبس ديالي لعشة كاملة. قود حاجة كاع تقدر توقع لي هو شي جرحة بحال هادي اللي شقولي بها جبهتي. الدولة هنا حارصاني من دوك العصابات الحشيش، كتر من هاد الشي عاطياني الماكلة ولمباتة وباب كيتسد بالساقطات والقفولة، وزيد عليها القارديانات. الله إلا سيدرة المنتهى ديال الطوب، خوكم برا مزيان. هنا ما بغيتش تفوتني الفرصة باش نشكر الدولة والقارديانات اللي كيشدو 4 ريال في الصالير وكيدوزو حياتهم المزبلة كاملة في الحبس، كتر من داكشي اللي كيدوزو المحابسية. كل مرة كيطلقوا الصراحة شي واحد فاش كتسالى المدة باش مضروب، أما القارديان كيبقى هنا كيتعفن لأبد الآبدين. وكنحمد الله ونشكره اللي دوزني من التجربة في حياتي ورزقني على برا وحتى لداخل الحبس. كيبان لي شكرت كل شيء، أنا دابا بخير وسط هاد العزلة، عيني بدات كتشد المساوية في الظلمة وبديت كنميز. الحيوط عامرين بالكتابة والرسمات المحابسية اللي دازو من هنا، الصداع اللي في جبهتي تكالما بشوية حتى ما بقيتش كنحس به. تقاد لي المزاج وبان لي هادي هي أحسن لحظة نتكيف قارو بلا قشجان، نسيليبري هاد المناسبة العظيمة ديال تفرقي هاد العين اللي درت لواحد من العطايا د الحبس. شحال هادي كانت الحرب ديالي مع العصابات د الحومة، كانت مفروضة عليا ماشي باش نلصق الفيكتوار ولا نوصل لشي لعيبة، ولكن غير باش ندافع على راسي. وفاش كتلقى راسك داخل وسط المعمعة كيخصك ضروري تهز معاك المضى وتخبيه مزيان في الحزام د السروال. شواب د الحومة تيسميو اللي بحالي يا إما قاتل ولا مقتول. من بعد ما كتجرف هاد الفيلم كتولي باغي توصل لكتار من أنك تدخل في مطايفة تشرك فيها الحمد شي واحد، شي حاجة عندها قيمة كبار تقطع بها الواد وينشفو رجليك، تجمع رزيق بالخف وتخرج كيف الشعرة من العجين من هاد الجحيم ديال بورقراق وتمشي لجنة السويسي ولا حي الرياض، ديك الحياة المفرقعة اللي ما كيحلموش بها غير وجوه الشرع والإجرام، كيحلموا بها حتى الناس اللي داخلين سوق راسهم بعاد على المشاكل وغادي جنب الحيط، كيحلموا بها حياتهم كاملة بلا ما يديروا حتى شي طريقة يقدروا يوصلوا بها لتم، كيحلموا بها وهما كيدمروا كيف الفيران في شي خدمة مخرية على والدين ما على قبل ريالات قلال مساوي حتى قيم تحبل ايش نقبيه بناد مراس ومور التقاعد. ملخ عندك صحتك وما بقاتش دات قادة على الحفير، فرا محال دماغك يحبس شي نهار من الحلمة بالجنة اللي مورا الواد. كيبقى بنادم يحلم وما كتسالاش حد عمارهم الطويلة اللي داز في البرارك والغيران والكاريانات، ولكن كيطمعوا في الجناد الخلد اللي مورا الموت. في الحقيقة تحد ما كيدير لاباس بالخف ديك الحومة واللي بحالة، بنادم طالع عليه القرضال للراس اللي مسلح بمقدة وتهرس الضلوع واللي داخل سوق جواه ما قاد على صداع، تا واحد ما كيخرج من داك الجحيم باش يدوز للجنة. زاد في جهنم بالجينات ديال الفيران والطبات وصرق الزيت والشياطين، ما عند الانسان ما يدير من غير يتقبل المكتب ويقنعه بلي في الجحيم تزاد وفيها غادي يبقى. مات عبد الرحمن ومات راشيد، ماشي ماتوا ولكن تقتلوا. عبد الرحمن قتلوه البوليس، وراشيد قتلاته العصابات الشعبه، وانا بقيت حي غير باش يسدوا عليا في الحباسات. وما وصلناش ديك النار للكراش، ما صورنا لا ريال لا جوج،
وما قدرناش نقطعوا الشارع اللي كيفصل بين البرار كتبور قراق والفيلات والقصورات السويسي. خسرت كل شيء وما ربحت حتى بعر، وهذه ما يمكنش تسميها عدالة ولا حتى فارج. دابا جا الوقت باش نحاول نفهم شنو جرى، ماشي باش نتوب ولا نشط الطريق كيف تيصحاب اليوم، ولكن غير باش نهرب من هنا، سوا قاتل ولا مقتول ما كيهمش، وننتقم لعبد الرحمن ورشيد وخالي وامي ونعيمه وداكشي اللي في كرشه وقاعدك بوزبال اللي تما. موراها نقطع داك الشارع اللي بين بور قراق وبين الجنه، ماشي باش نسكن فيها لا، حيت ما بقيتش كيف ما عمري كنت اصلا صالح باش نسكن فيها، ولكن غادي نقطع الجنه غير باش نحرقها. وديك الساعه مرحبا بالقرطاسه في صدري الا بغات تسكن فيه. كيعرفوش باللي راني ما مختلف بزاف على رشيد وعبد الرحمن، كيصحاب اليوم باللي كاع اللي تولدوا تما كيتشابهوا كيف البروت كانت العساكريه اللي ما عندهم التاكرات، وهادشي فيه طريف الصحه. كاملين رضعنا من الغيز دلواد، انا وعبد الرحمن ورشيد كلينا من نفس الخبز اليابس المخلط مع البزاق ديال الفيران. ما كانت عندنا في براركنا لا مكتبة لا بولا لا امال، ولكن انا قريت كاع الكتب اللي خلاها خالي موراه، قريتها كامله كيف شي واحد كيضرب شي قريعه ديال الدواء دقه وحده باش يتشافى. كارطونه مدكسه بالكتب والبيانات الشيوعيين الحاقدين، قريتها بلا ما تكون داخل في شي حزب ولا شي تنظيم، وما كان عندي حتى هدف مراد شي كامل. والوعرة هي ما عمري كاع قريت من قبل شي كتاب من غير دوك المقررات ديال الابتدائي والاعدادي اللي عامرين اب اناشيد ديال السنافير والارانب. خالي غبرو وما بقينا عارفينو فين هو، الملامح دوجو ما عالقينش ليه في دماغي، كان عقل غير على شي مرة ولا جوج اللي شفتو في البراكة عندنا، ضعيف ومربيش شعر كيف الناس السبعينات. كنت صغير ديك الساعة ما عارفش قاع شنو واقع، ونقدر قاع ما كنت شفتو هاد دماغي اللي تخيلي دوك جوج المرات. داكشي اللي عرفتو عليه كامل كان غير من تعاويد دمي اللي كانت ديما شادة واحد صويرة بلونوار ديالو في حجرة دار فيها قميجة وشعر وشاعل كيف ناس الغيوان. مي كانت معلقة بيه بزاف، كل ما صرف قابة ولا سبابة تبلاجة كتعنق التصويرات خالي وتبقى تبكي وتعاود لي عليه، كترجى من الله نكبر دغيا باش نحميها كيف ما كان كيدير. خالي شهور هو مخبي عندنا من المخزن، هو وتصويرته وديك الكارتونة الكتب ديالو. مي ما كانت عارفها باش مقوفلة، ولكن ديك القريطنة كانت هي الورث الوحيد اللي خلى خوها العزيز موراه، كتشم فيها ريحته من مور ما غبر على غفلة ومعمرو بقابان موراها. فوق ما غاب الوالد كتجر مي ديك القريطنة وكتخرج اللي فيها، كتبدا تمسح الكتب والوراق ودموعها غالبينها، كتحاول تقيس بين سطورها الروح دخالي وخا ما كتعرفش تقراها. هي كتحاول تمسح في الغبرات الكتب، وانا كنحاول نمسح في دموعها اللي على خدها. مع الوقت وبسبب امي ولات عندي واحد العاطفه في شكل داك خالي وتصويرتو وحتى الكارطونات كتبتو، ولات عندي واحد ليماج عليه مبنيه على تصويره وكريطنا الكتب، واللي زاد قوة هاد العاطفه وغير صاب جذور من حديد فيا هو البكاء وتنخصيص دمي الظلم اللي كتحس به في كل مره كتفكر. ولا ديك الكريطنه كتعني لي حاجه وحده، هي الظلم. كنت كنحس به من الاعماق ديالي وكنفهمو بلا ما يتصرف كلام، كنحاول نلقى شي طريقه باش نصوفي امي من هاد الشبكه، ولكن ما كنقدرش. كنبغي نرد ليها خالي في دماغي وليها ما كنوصل، كنحاول نلقى شي طريقه ننتقم بها واللي غادي تشفيها، وكان فشل. فاش كبرت شويه وليت مشغول بديك الكريطنا اكثر من امي، ما بقاوش كافيني الحكايات دمي عليه،
واللي تبغي نعرفو شكون هو الراسي. غادي نعاود نقاد ليماج ديالو من دوك الكتب اللي كان كيقراها، البريات اللي كانت بينو وبين صحابو، الخط ايدو والبصمه ديالو، وحتى الكلمات اللي كان كيسطر عليهم واللي بلا شك غادي يكونوا كيعنيو ليه بزاف. خالي كان مونبر في واحد حركة ماركسية تورية انقلابية، مآمن تا الجدر بداكشي اللي كان كيدير، شبعان رومانسية مع راسو. كانوا شي رسائل الحب بينو وبين شي بنت تاهي ماركسية كانت صاحبتو في لافاك، سميتها تورية، هادي السمية الوحيدة اللي مكتوبة بلا كودات. حتى سميت خالي في شي رسائل مصيفطة وما تخيتينيت، سميتو مجيد. أما الرسائل السياسية اللي كانوا في الكريطنا كتلقاهم موقعين بالحروف بلا سميات، قوة المنشورات اللي كتدعي الإضراب والصداعات، شبعنا مصطلحات، طبقة العاملة، الرفاق، النضال، بروليتاريا، فلسطين، ماركس، إنجلز، لينين، وستالين، تروتسكي، ماو، داروين، داكشي داخل في المعلقات. فهاد الوقيته كنت خرجت من المدرسة من مور مجرب عليا، بديت كان كميل حشيش وكان حاول ندبر في مصيرف، كان قريسي وانا وراشيد البنات اللي خارجين من لوزينات ديال التكستيل ولا شي حد دايز من الرايسي ولا طرق الخاوي اللي جنب الواد. بليل كان رجع في حالي وكان غوص وسط الكريطنا على الضوء الشمع، كان حاول نفك الخط اللي فيها. في الدخل ديالي كنت كان قلب على شي طريق اخر ندير بها الصرف من غير نقريسي في عباد الله، لقيت بلي دوك الكتب كيدويو غير على هادشي نيت، ولكن بواحد الشكل مضبب وغامض. فين ما دورت عيني كنلقى فقراء، الاغنياء، الفوارق الطبقيه، ثروة الشعب. من قبل ما كنتش كاع عارف شنو كتعني فقراء ولا اغنياء، كنت يسحب لي بلي هادشي غير قسمه ونصيب، وبلي الفقر بحالو بحال الغينه غير امتحان وصافي، وخاص العبد اللي هو انا يقبل بهادشي ويرضى به. هادشي اللي كنت مقتنع به، وباش نكون دقيق في المعنى ما كنت كاع مسوق عليه باش نفهمه، كان كيجيني كلام كبار مني وبعيد حتى على داكشي اللي كنعصر عليه كل نهار، وعلى حياتي المسخه وسط الظلمات الحومه وبراركه. في ديك الوقيته ما كنتش فاهم واش خالي كان واعي بداكشي اللي كيدير وكيكتب وفين غادي، واش كان عارف باللي غادي كيخطوي في واحد الاتجاه غادي يطفي لي حياته فابور. شنو اللي كيدفعو لهاد الروينه؟ هو اللي عاش حياته بتلا علينا انا وامي في كازا، ربات واحد السيده عاقره، خسرات عليه فلوس حتى قرا وتخرج، ما عرفتش علاش ما اختارش يكون مهندس كيف ما بغات ليه ديك السيده اللي رباته. فعوض ما يولي مهندس اختاري ولي جدة هامدة. واش دوك الكلمات ديال النضال والشعب والثورة كانوا كيجرو بلا ما يحس ولا عندهم شي معنى ما قادرش نطيقو انا اليومين هذا؟ شنو هو السر اللي فليت ديك الكاريطنا على ودو ما لقيتوش، واللي خلا خالي مجيد يمشي للموت برجليه؟ واللي حيرني وسط هادشي هو علاش غبرو خالي وعذبوه ولا حبسوه في شي قنت حتى مات ولا عدموه؟ وخا ما كانش عندهم على اجرام ولا كانت يبيع الحشيش وكريسي في الناس، دوسي عندو نقي. شكون هادو اللي كيزورو بالليل بطونوبيلات كحله بلا ماتريكول، حكموا عليه بالموت بلا محاكمه؟ غرقت مع هاد الكتب كنقلب على اجوبه، ولكن عاد ما زاد دماغي كيتشارجا غير بجبال الاسئله. من مور عامين على التشريقه اللي درت للبكرة المقدسه د الكريطنا، قدرت نفهم حاجه وحده، بلي العالم ما فيش غير الحومه ديالنا كيف ما كان كيصحاب لي، ولكن كبير بزاف لدرجه ان الحومه عندنا غير جمله صغيره في الحافه د الكرد العالم، وما مقسمش القارات واجناس كثيره، بيض كحل صفر وديانات ولغات بحورة ومحيطات وزيد اللي عجبك. هادشي اللي قراونا في الدروس ديال التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية، ولكن في الحقيقة ولا كيبان لي بلي مقسم غير للحازقين وصحاب الجيوب العامرين،
السياد والعبيد، الذكيين والمكلخين، والشرفة والبوزبالين. المزاج ديالي وافقوا هاد الفهم هذا اكثر من شي واحد اخر، وما عارفش واش المقصود ديال دوك الكتب هو هادشي نيت اللي فهمت ولا لا، ولا هو اللي كان معشلي في دماغي قبل ما نقراهم. فهمت في البلاصة باللي الناس اللي في حي الرياض والسويسي، التجار الكبار والقايد وانت طالع، هما صحاب الجيوب العامرة، السياد الذكيين الشرفة، وحنا هما الحازقين العبيد المكلخين بوزبال. قوانين والأعراف والأخلاق هي الحيط المنيع اللي كيفصل ما بيناتنا. ماشي كل الغرض منا هو الأمن والعدالة كيف ما كيدعي، ولكن الهدف الوحيد هو تحمي صحاب الصرف السياد من هاد الحازقين المعدومين. كان داكشي واضح قدام عيني وكنت مقتنع به، حيت كنت كنشوف شنو كيديروا البوليس، القايد والمقدمية، المخازنية، يعني ما كتبان قدامه من الروينة اللي كيديروا العصابات اللي عندنا في الحومة. ما كانش عندي شك بلي هاد الفهمة غالطة، حسيت بيها ودازت لي مع الجوانات اللي كنت كانت كيف شربتها كيف شي بونجا تقلات من الوسخ ديال الكوزينة. السبب في هادشي ماشي غير ديك الكريطنا، ولكن من داكشي اللي كنت كنشوف قدامي كل نهار، حياتي اللي دايره كيف شي بحيره مسخه عامره غير بالجران والمالاريا، ما فيش دبابات احوته ملونه. فهاد الايامات كنا خدينا قرار انا ورشيد صاحبي باش نوليو نبيعو الحشيش، في عوض ما نبقاو غير كنكونسوميو. من قبل كنت كندم في كل مره كندير شي لعيبه خارجه على القانون، كيشدني الضامير كيبقى يخلي ضربويا. ولكن ديك التجربه اللي كانت عندي مع الكريطنا حلات لي باب كنت واجد ندخل منه، كنت كنتسنى غير تفتح قفاله ولا تهرس، وليت كنشوف العالم بنظر جداد. ما بقاتش الجريمه كتعني لي العار ولا الذنب ولا خرجان الطريق، وليت كنشوفها بحيلة كندافع على راسي. العرض بالصح والذنب وخرجان الطريق هو يتولدوا لآلاف الناس كيف البكتيريا في حومة دايرة كيف التقية، يعيشوا حياتهم كاملة هنايا حتى يهزوا جيرانهم نعوشهم فوق كتافهم ديركت لمقبرة الشهادة. وفي جهة أخرى كنلقاو ناس زايدين وسط التواسع، ريحة الورد دايرة بيهم وحالين عينيهم على اللوان، كيعيشوا حياتهم في جنة بلا ضمير كيضرهم وبلا ما تجي الشوكة فكرهم. يمكن قتلوا خالي حيت فهم داكشي اللي فهمته وكان باغي يقلب الموازن هو وصحابه، يوليو العبيد سياد والسياد عبيد. ولكن خالي كان متأثر بالكتوبة ولوغتها أكثر من الواقع، عليها حلم يقلبها للشعب كامل ماشي على راسه. كانت سهلة عليه يدوز بوحده من طبقة البرغوت وسرق الزيت ويطرق بلا منشورات بلا صداع الراس بلا مظاهرات، ولكن بقى كيحلم هو وصحابه حتى عدو فخريا بقى عاد خرجات من شي غار وسع من أقدم باترونة عندنا في الحومة. بقات منه غير ديك الكريطنا اللي ما تقدر تشري لمي حتى كلينكس تمسح بيه دموعها. دوك الدكين اللي قدموا هادو راح حرقوا المراحل وطلعوا من لا كابل الطبقة الفوقانية. كون ضرب خالي على راسو كون راه بخير دابا، ولكن ما كانش كيفكر كيف الراس الكبيرة تشعي عصابة، كان كيفكر بالعقل ديال طالب جامعي متأثر بشي فلاسفة حازقين ملاقين تا باش يحسنو. فهاد الوقيتة قررت باش نعيش حياتي بالطريقة الصحيحة، ماشي الغلطة اللي تبعها خالي، بالطريقة دولاد حومتي ماشي الطلبة الجامعيين، بلا أحزاب بلا نقابات بلا بريات وداك التخربيق كامله، بوحدي أنا والمضل اللي هز معايا، زيد عليها شي دراري صحابي الصغر اللي ما عمرهم قراو حتى كتاب واحد وما تيعرفوا أصلا شنو كتعني الكلمة النضال الشعب ولا الثورة، كيعرفوا غير الثروة العاقة والحشيش. فاش ما تمي خدينا قرار أنا وصحابي عبد الرحمن وراشيد باش يا إما نديرو العاقة يا إما نموتو حنا كنحاولو نديروها، ومشينا حتى الخرفة الطريق.
صحابي ما كانش كيهمهم الصراع الطبقي ولا شنو قال فيه ماركس ولا إنجلز، كانوا بالفطرة داخلين وسط شلاضة بدراعهم كتار من الماركسين القدام براسهم. الحاجة اللي كنت كنختلف فيها مع صحابي ولي ما كيعرفوهاش الغارديانات ديال هاد الحبس اللي مرمي فيه دابا، أن صحابي كانوا دايرين بين عينيهم العصابات الحشيش اللي في الحومة براركة القوادات ويصفيو الحسابات مع الكائنات القادوسية اللي تما. أما أنا كنت كان فيزي بعيد في الدولة والعالم والسماء والروينة كاملة. بدينا في البيت الحشيش أنا وراشد، مراه تزاد علينا عبد الرحمن، كنا كنضربو مصيرة في كافينا القصارات مقودة ما كناش قاع كنحلمو بها، ولكن ما كناش صحاح كيف العصابات الحشيش الآخرين اللي تقدر تعفط علينا حتى يخرجوا مصارنا بكل بساطة. فكرت نخرجوا التبزنيسة من الحومة، علاش ما يدوقوش ولاد المرفحين السلعة الجديدة ديالنا؟ علاش ما نخرجوش عليهم حتى هما؟ كنت مفكر حاقد حتى حد ما يقدر يدور لي راسي، وكانت مسلكاني. ما كنتش كان بان قدام صحابي أنا هو البوس، ولكن غير شريك معاهم، وبعض المرات غير تابع مخلي الزعامة لرشيد ولا شي مرات لعبد الرحمن. بدينا كنتعاملوا مع واحد العصابة في عكراش كتروج الحشيش والغبراء، وكسبنا الثقة ديالهم. هنا خدينا قرار باش نجمعوا فلوس صحيحة نشريو بها الغبراء البيضة اللي ساوية تامان، ونخلطوها مع الطحين ونبيعوها كاملة على برا الحومة الولاد الملعقين قدام بيبان الليسيات والمعاهد اللي كيقراو فيها. من بعد نبيعوها بالجملة لشي بزناس عاد بعدين في مدن آخرين، نجمعوا اللعاقة ونخرجوا نتقودوا بالمرة من هاد الحومة. غادي نشري باركود الصيد، نسكن في حي الرياض ونسى تابو زباليت بمرة. فكرة بحال هادي غير كطيح لي على دماغي كترفعني، لكن باش تحطها في أرض الواقع وما تبقاش فكرة وتدوزها للتطبيق، غادي تلقى قدامك الشوك اللي ما مخلي حتى بلاصة فين تحط رجليك. خاص ضروري تقلعو من قدامك باش تقدر تزيد في الخطاوي. وهادشي اللي وقع لينا واحد النهار، واضطرينا نطيحو جوج ديال الرواح باش نكملو في الطريق. هنا غادي نسد هاد البارتية باش نبداها بالقتيلة في السيمانة الماجية. هذا ما كان اخوتي، تهلاو. Wanna be some